السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم دكتور قصي سالم من الجامعة التكنولوجية قسم هندسة الاتصالات. اليوم حبيت أوضح بعض النقاط المبهمة لدى الخريجين خريجي الإعدادية اللي يرومون أو يريدون يقدمون إلى الجامعات وخصوصا إلى التخصصات الهندسية. أبتدئ اليوم بالعنوان اللي هو عنوان الجامعة. جامعتنا اسمها الجامعة التكنولوجية، هذا الاسم له ميزة خاصة أنه جامعتنا تحتوي فقط على الأقسام الهندسية والعلمية، ولا تحتوي على ولا يعني على القضايا التخصصات الأخرى الإنسانية، فهي مميزة بالتكنولوجيا، مميزة بالهندسة والعلوم المتقدمة. طبعا جامعة التكنولوجية لها تاريخ عريق في رفد البلد بمهندسين مميزين، يعني حلوا مشاكل كثيرة في كل المراحل اللي مر بها البلد من أزمات وقضايا سابقة، وكانوا هم مميزين مع أخوانهم في الجامعات العراقية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يعني صدى الجامعة التكنولوجية بدأ يعني يطغى على قسم من الجامعات من خلال تميزها في بعض المجالات وخطتها في التطوير المستمر في كثير من الأمور، ومنها احنا نتكلم تحديدا على توسيع الأقسام التي تواكب التطور الهندسي العالمي، ومنها قسمنا المستحدث اللي قبل سنوات هو أنشئ. الخطة كانت انه السوق العمل احنا ما نباوع الى باكر او عقبة، نباوع بعد سنين ما هو سوق العمل اللي هو يعني يصب في مصلحة البلد وكذلك في مصلحة خريجنا اللي هو مهندس الاتصالات. احنا نعرف كل الزين العالم حوالينا يتكلم وما عنده غير انه قضية الكوميونيكيشن، كله اصبح مسائل تقنية متقدمة تتكلم عن الوايرلس، على الوايرلس اللي هو اللاسلكي، قضايا اللاسلكي، حتى اصبح يعني شحن الموبايلات وصل مرحلة لاسلكي. فمسألة التكنولوجيا الاتصالات بدأت تتوسع يوم بعد يوم، وكذلك انتوا اذا سامعين على فشي اسمه الكيبل الضوئي، ما اعتقد احد هسه ما سامع عن شيء اسمه الكيبل الضوئي، والتكنولوجيا اللي تخص هذا الموضوع راح يتعرف عليها اكثر من خلال يعني بعض اليوتيوبات اللي خليتها اني اللينكات مالتها في هذه خلينا نقول هذا اللقاء. الاحتياج وسوق العمل هسه احنا نباوع كبعد نظر بالموضوع وبهذا القسم المميز، انه العراق كبلد متعطش الى قضية التطوير اللي راح ياخذ فترة جدا طويلة، يعني على مستوى بلد كامل، في جلب شركات استثمارية، شركات اتصالات استثمارية كبيرة وواسعة جدا. هذه الشركات من تجي ما راح تجيب كل كادرها وتشتغل بالعراق أكيد، ومليون بالمية راح يحتاجون مهندسين من نفس البلد، حتى من باب الكلفة ومن باب نوعية التعاقد اللي يصير مع الدولة. فإحنا هاي النظرة اللي ببالنا إنه خريجنا من يطلع هو يعني خلينا نقول مطلوب، مو اليوم باكر، مو مثل يعني بعض الاختصاصات، مع يعني تقديرنا واحترامنا وكل التقدير لهم. فإحنا نتكلم عن اختصاصنا، اختصاص مميز ومطلوب يعني لا يستهان به، خصوصا في قسمنا هو عبارة عن مثل ما نقول قسم تخصصي حتى بفروعه. فخلي نبدي نرويكم مثلا ابتداء انه بتعريف القسم حتى تكون عندك فد صورة عنه. هذا السلايد وهذه الصورة هو هذا قسم هندسة الاتصالات
في الجامعة التكنولوجية، لو زرتنا ومريت علينا كل الهلا بيك ونرحب بيك، وإن شاء الله نخدمك بكل معلومة تطلبها. الشيء الثاني اللي أركز عليه أنه اختصاصاتنا هذه اللي هي تخصصات القسم ما سوت فروع متعددة ومبعثرة، يعني درست القضية بشكل علمي دقيق، وأخذنا الموضوع الاتصالات اللاسلكية، فرع الاتصالات اللاسلكية وفرع الاتصالات الضوئية. كل فرع له ميزته الخاصة، بس كل يعني الفرعين أكيد هم مصبهم في شيء اسمه في العنوان رئيسي هندسة اتصالات، لأنه الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنها الضوئي اللي هو يعتبر سلكي ما ممكن أنه نفصلهم، لأنه أكو تراكب بيناتهم، أكو تكنولوجيا متراكبة بيناتهم. فيعني مسألة سرعة نقل ديتا أو أمور أخرى تقنية يوفر لنا إياها الكيبل الضوئي، ومسألة الأنتنة والريسيفينج الاستقبال والإرسال والأمور الأخرى اللي هي تكون بالأريا المحدودة أيضا راح يكون موضوعها قضايا الهوائيات وغيرها والموبايل سيستم والقضايا اللاسلكية. فإحنا نشوف هذه الاختصاصين بنت على الاحتياجات لسوق العمل. دائما احنا نباوع على نقطة مهمة جدا، ماذا بعد تخرجنا؟ واحد يقول لي أبدأ أتعين بدائرة، نعم وياك أنا، بس ليش ما تتعين بشركة؟ ليش ما تطور نفسك أنت وتصير طالب مميز ومهندس مميز وتفرض نفسك على الباقين؟ هو العالم كله هيك يشتغل. فإحنا علينا كقسم علينا كجامعة نخرج الطالب، نأسس له المعلومات، نأسس له نعطيه فد يعني فد فيجن فد فد, فد, فد رؤية، انه انطيناه الطريق. بعد هو راح يكون مهندس جيد مهندس غير جيد، هاي تعتمد بعد على نشاطه، بس يكون عنده الأساسيات، يكون عنده التخصص، يكون عنده الكارتات اللي موجودة بجيبه اللي يقدر يعني يتنافس مع أقرانه. واضح؟ فالفرع الضوئي وفرع اللاسلكي فد فروع مميزة، وفيهم لكل فرع أساتذة مميزين، يعني كلهم جد وعطاء لموضوع التدريس. بالقسم أكو ببعض المختبرات اللي هي مختبرات يسموها البيسك كونسبتس بالموضوع أو الأساسيات، وأكو مختبرات شوية تكون يعني جزء بيها متقدم، مثل عندنا مثلا المختبر الضوئية اللي هو استحدث قبل سنة، مختبر ممتاز يعني ينطي لمسة العملي والشغل العملي بموضوع الكيبل الضوئي، يعني لحامة نقل الديتا، يعني ربط الكاميرات بالكيبل الضوئي، البدالات، كيفية عمل الأسلوب، أنواع الأمور كلها، يعني كأنما هي خلينا نقول دورات تخصصية للطالب اللي هو من يطلع إن شاء الله يكون عنده ثقة بنفسه من يتكلم عن كيبل ضوئي، مو يتكلمه بالخيال، لازم هو الكيبل الضوئي ولاحمه وقايس الخسائر اللي يصير بيه اللوسز، الديتا جيده او لا الى اخره. ما اطيل عليكم، اكو المختبرات واحنا اكو خطه للتطوير، بس نقول العافيه درجات. مثل ما قلت لكم احنا دائما نركز على البوينت اللي هي بعد التخرج، ماذا اكون يعني بعد تخرجي؟ لا احد يقول لي انا ابقى بالشارع، لا. It depends on you، يعني هي تعتمد عليك، تعتمد على نشاطك، تعتمد على جديتك. هل انت تريد تصبح مهندس جيد؟ تبحث عن النقاط اللي توصلك على هذه الخطوة. احنا نعطيك الاساسيات والهرم اللي انت يعني تريد توصله يعتمد عليك، يعتمد عليك. واصبح العالم قرية صغيرة، المعلومة تقدر تحصلها بثواني من أبعد نقطة بالعالم من خلال الإنترنت وغيره. فماكو حجة هسه على أي واحد يكون مبدع، والعراقيين بشكل عام هم أساسا أذكياء، بس تبقى تعتمد من واحد إلى واحد، واحد شوية ينشط الذكاء اللي عنده والآخ لا مكسلة أو مخمد الذكاء اللي موجود. احنا الحمد لله نحاول يعني ندعم طالبنا ونأسس له يعني
كونسبت جيده، البيسك كونسبت هندسيه جيده، ويبدا يتطور بالمراحل المتقدمه من الفتره الاكاديميه لحين مرحله التخرج ومشروع التخرج. واللي نتمنى بالمستقبل الطالب من يجينا صف اول ينظر الى مشروع تخرجه ان يكون عملي ومميز في يعني اتجاه معين في هندسه الاتصالات. انا جدا اشكركم وارجو المعذره اذا اطاليت عليكم، بس حبيت انطي فد يعني فد صوره وفد اسلوب تفكير للي يجي يختار اختصاص. يعني احنا خصوصا الاختصاص الهندسي، يعني اذا اركز على الاختصاص الهندسي شلون يختاره، يريد يباوع شنو اللي وراه. فانا اشوف الاتصالات يعني مو لانه انا مهندسة يعني في قسم هندسة الاتصالات، لا بشكل عام ما هي الجدوى من اختيار هذا الاختصاص؟ لازم عندي فد اقل شيء فد نقطة نقطتين بوزيتيف تتميز عن الاختصاصات الاخرى. شكرا جزيلا لإصغائكم، وبارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.